إطار فعاليات الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري من قصر المعارض زبير فاضل لموقع الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. دونك رانا في معرض الانتاج الجزائري تحديدا هنا في الجناح اللي فيه الصناعه التقليديه والحرف. نتعرفوا عليكم. انا عمي لادوي سالم من ولايه تيزي وزو، قريه تقمت وكروش، بلديه بريدواله، حرفي في الصناعه التقليديه، حرفي في الصناعه التقليديه في المجوهرات، الصناعه التقليديه. دونك رانا نشوفوا الفضه يعني، وراكم بزاف عاملين لوبسيون تاع المرجان. دونك واش هاد القيمه يعني الناس اللي عاد يحبوا الفضه بالمرجان ولا سيديغو ولا كيفاش؟ هي تشغل هذه تشغل الفضه من بكري، من حنا ورثنا الصناعه تاع الحرفه هذه ابن عن جد. حنا انا لقيتها تشغل ديجا تشغل يخدموا تشغل بالمرجان، وحنا الفضه تاع بلاد قبائل معروفه بالمرجان. كيما كوش فيها المرجان شغل ما تبانش شغل الحلاوه تاعها، هذاك المنظر الطيب الجميل والاخر هي بالمرجان اللي تحلى. واليوم انا شفناكم هنا في هذا الصالون، يعني كيفاش شفتوا الناس، كيفاش تلقاو المنتوج تاعكم، كيفاش شفتوا الاقبال؟ اقبال كاين. اشنو هو الاشكال؟ شغل الغلا، الغلا تاع الماده الاوليه فضه غاليه، زيد المرجان شغل ثاني غالي، وزيد تسمى شغل لا مان دوفر تسمى شغل اليد العامله، اليد العامله تاعها تسمى شغل تاريت غاليه، وبعد تسقام الكليون تسمى شغل شويه غاليه. الاقبال اللي عجبوهم لي موديل الحمد لله، فهمت؟ كاين شويه تسمى شغل هكذا بين وبين. دونك نقولوا انت حرفي لكن ورثتوها ابا عن جد ولا؟ لا انا حرفي ورثناها ابا عن جد. دونك انتم في المهنه كعائله منذ؟ من الخمسينات. دونك وما عدا هذا يعني المعرض الانتاج الجزائري في الطبعه 30 يصيبكم في اي مكان ولا عندكم صفحه على الفيسبوك؟ عندنا صفحه في الانستغرام غاليري لادوي، وعندنا مقر المحل في بنيدوله المركز.